السلام عليكم خوتي. بالمناسبة الأليمة والحزينة اللي تعيش فيها منطقة القبائل كما يقولوا أهلنا وخوتنا وأحبابنا وولادنا، الله يرحم الجميع من مات، وإن شاء الله هذه ليكيب اللي واقفة الله يعطيهم الصبر. أنا البارح جيت في الليل مرقدش وجيت نوقف مع خوتي، عطاولي درس للتضامن للشجاعة وللقوة، ونتمنى من جميع جزائري حر يلعب الدور ديالو، وباش يكون في علمكم خوتي باللي منطقة القبائل في هذه الناحية ما كاش تريسيتي وما كاش الماء ما كاش الغاز ما كاش الخبز ما كاش الريزو ما كاش بزاف عفايس. خوتي حبيت نقول لكم كلمة واسمح لنا حبيبنا هنا راهو نخدموا تبعنا من اللور. خوتي في حياتي ما شفتوش وصاري هنايا، ومام تاع المنطقة قالوا باللي جامي شافوا حادثة كيما هذه، صارت واحدة في 86 بصح ماشي كيما تاع هذه خطا. مالغري تشوفوا ماكش راهين تأمنوا.